شربنا البيره، يلا نجدد الخطاب الديني وننكر السنه وبالمرة نشكك في ثوابت الدين. دي كانت أولى حلقات إبراهيم عيسى في مركز تكوين لنشر الإلحاد وإسقاط هيبة السنة في قلوب المسلمين. الغريب جدا إن الحلقة كانت بعنوان هل السيرة النبوية صحيحة؟ والهدف الواضح جدا من الحلقة هو تشكيك المسلمين في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وإن سيرته غير صحيحة. إبراهيم عيسى بيقول إن مخطوطات سيرة ابن هشام لا يوجد منها إلا نسختين فقط، واحدة في النمسا وأخرى في باريس، مع إن سيرة ابن هشام طبقًا لتقصي الباحث شحات رجب بقوش يوجد منها 22 مخطوطة في مصر لوحدها. ثم يدعي إبراهيم عيسى في نفس الحلقة إن محمد بن إسحاق هو اللي كتب أول سيرة نبوية، وده بصراحة تزوير عجيب جدًا. فالسيرة النبوية يا صديقي موجودة في كتب الحديث اللي كانت بين ايد الصحابة وايدي التابعين قبل ما يولد والد محمد بن اسحاق اصلا. ثم يكمل العالم المبجل الكبير ابراهيم عيسى مدعيا ان عروة بن الزبير اتهم ابن اسحاق بالكذب. ودي بقى حاجة تضحك جدا. عروة بن الزبير توفى سنة 94 هجريا ومحمد بن اسحاق 150 هجريه. عروة اتهم ابن اسحاق بالكذب قبل ما يتولد ابن اسحاق بعده سنوات، هو ده اللي بنقول عليه من اعجاز التنويريين. بعد كده بيقول ابراهيم عيسى التنويري انه لا يوجد بني ادم في العالم شاف ولا اطلع على مخطوطه او وثيقه لسيره محمد ابن اسحاق، مع ان دار الكتب المصريه لوحدها فيها تسع مخطوطات لسيره ابن اسحاق. ده غير ان في كمان مخطوطه لسيره ابن اسحاق في مكتبه الاسكوريال باسبانيا المخطوطه رقم 490 بعد كل ده يا صديقي مهم نسال نفسنا سؤال مهم جدا ليه كل الاساليب دي ابن ابراهيم عيسى ايه اللي يخليه مشغول بالاسلام الى هذا الحد العجيب ان ابراهيم عيسى استضاف لمركز تكوين ملحد مصري اسمه احمد احمد ده عمل عده حلقات لصالح مركز تكوين للتشكيك في الصحابه وهاجم صراحه عثمان بن عفان رضي الله عنه الرجل ده عباره عن شخص بيعبد وثن الكون وبيعتقد ان الطبيعه هي الخالق والرازق لكن ليه بيشكك في الصحابه ايه دخله بصحابه النبي صلى الله عليه وسلم الاجابه هنلاقيها بوضوح شديد يا صديقي في كلام الامام النسائي اللي كان بيقول الاسلام كدار لها باب فباب الاسلام الصحابه فمن اذى الصحابه انما اراد الاسلام كمن نقر الباب انما يريد الدخول يعني هم جايين اصلا عشان يهاجموا الاسلام ولكن لازم يخبطوا على الباب الاول عشان يقدروا يدخلوا. هل لاحظت يا صديقي ان الحلقات اللي بتتصور في مركز تكوين بتتم في استوديوهات فخمه جدا وبمنتج احترافي مصروف عليه كتير وبإعلانات مموله بسخاء؟ المركز ده يا صديقي يعتبر هو أول مشروع علني في العالم الاسلامي للتشكيك الصريح في الاسلام لنشر الالحاد بين المسلمين بالمال بالاعلانات المموله بالتزوير الصريح. وللأسف المحاولة دي لو ما لقيتش مننا تصدي غالبا مش هتكون الأخيرة بل إنها هتكون مجرد البداية. عشان كده لازم ننضم لبعض ونطالب بمحاكمة إبراهيم عيسى، نطالب بإغلاق مركز تكوين، نطالب الجهات المختصة بالتحري عن مصادر تمويل المركز المشبوه ده، نطالب بسن تشريعات في دول العالم الإسلامي لإيقاف كل من يقوم بالتزوير لتشكيك المسلمين في وثوقية سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بكل اسف مشاهدات حلقة ابراهيم عيسى وصلت إلى قرابة النص مليون مشاهدة، مع ان القناة بدأت من الصفر وده واضح جدا انه نتيجة للإعلانات الممولة بسخاء. ابراهيم عيسى بينشر التنوير بالتزوير وبقوة المال، عشان كده واجب علينا التحرك السريع لإيقاف هذا المركز، واجب على كل مسلم أن يساهم ولو بكلمة، ولو بتحذير، ولو بتعليم المسلمين حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولو بشرح شيء من السيرة. يجب على كل مسلم تنبيه الناس لأهداف هذا المركز المشبوه اللي يعد الأول من نوعه في العالم الإسلامي وعلى فكرة يا صديقي ممكن ما يكونش إحنا شخصيا المستهدفين ولكن المستهدف بجد هو الجيل الصاعد وفي النهاية يا صديقي لازم أطلب منك رجاء شخصي مش عشان بندور على مشاهدات زيادة ولا يفرق معنا الموضوع ده ولكن يفرق معنا جدا إن المنشور ده أو الفيديو ده يوصل لأكبر عدد من المسلمين يهمنا جدا نكشف حقيقة التنوير بالتزوير اللي يقوم بها ما يسمون المتنورون أو التنويريون العرب. عشان كده مهم نساهم في نشر وكشف الأكاذيب دي بل ونطالب بمحاكمة صانعيها. شارك حتى لو مش عشانك عشان أولادك على الأقل.